dastuurka kanada nimka akhriya dastuurka kanada waxaan ka soo saaray 17 article oo waafaqsan dastuurkii nabiga madiina sallallahu alayhi wasallam tahabbadu kubadi kuka wax weeyaan number 1 ka kanada waa meel dad kala duwan ay ku wada noolaanayaan hadii qadiya khatira jidan muhaajiriinta ay matay ansaarti waa sifadeed nabigu muxuu yiri muhaajiriinti iyo ree yasrib iyaa leh dastuurka iyaka wada leh iyo man laxiqa bihim iyo wax kasta u yimaada hadhow tole ee hadoo fursada waman laxiqa qof kasta u yimaada lama xidhin waa meel la imarayo la soo biirayo hee warqoon naga joojiyo nagu soo biirana kanada ma jirto wax dhada naxnu wa antum ma jirta kan annaka iyo innika ma jirta ma jirto algahiriyo ah waa kaas waa saameynaya islaamku u baabiyay isaguna naxnu iyo wa antum وبابي مركها واحد كندا وطن يعني وطن عجيب هو يعني يا إلهي بيني كان هو ذاك عجيبك الحمد لله سكرها لكن هو سأقول كني وقالة أقولنا قالوا وأرض دعوة ركي دعوة حد هذا ها الله سبحانه وتعالى ها شر درت العيال هي قاتي ورا غادي كندا ما شاء الله مركاسان كير قرون شكرا للسلطات الكندية وراي وأنا ما هنقى يا دولة كندا إن عيال كيجي سلام تدي حاس كي ورقدها سيسو مدلو كيني جو يقول شيخ إن الود قالوا لقد كفرت بكلام واضح هو قرنت هم يشوف كم بس يحكوا دايم ها ود قالوا دي يا شيخ داعبة تروح حكوا خلصا ما كان الأرض لله ما قرني صح ما كان بيت كلاو جوابه كيدي بارد تام مشاكل إن شاء الله ما سياسة نقول نقول نعم لو سمحت يربحين وينها يرفي على الهلو ونستعمالنا ده واحد جرت محاضرة وقال الشيخ مصطفى حاج إسماعيل مصطفى برعة ونقالنا مصطفى حاج إسماعيل تغاني الشيخ وين وحو يري إن نينبا او يري بوري إن مالين مالين بو يري بوري قفة وحكي وركالي أفكي إنكم جرتو لو سمحت ننفر نين عدان كنا محاكو تلاني انت سو قفة سومالي إلا هذا شيء شاب يشوف لي شاب يشوف أمبليب بي اي سي أمبليب لاج سي أمبليب وله هذا ما حياك ما بدري بول أفكي إنك مركب ما واد ضاني بوله وحين أركضنا وحين نقتل أفقلات لو سمحت لو ما حيرنا خلاص هذا رالي حتى هذا رالي مخلص ميدي موتها هذا رالي حتى هذا رالي حقوقي جثيره يا سومن ما يقولش تقول أديك بيجيني ما دخلت أسبوع أدوان هو كان حسوا 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 اجتهاد يا شيخ سليمان إن شاء الله جزاك الله خير هاي اوكي مساله دي وحكم يا اخو امامه امامنا رحمه الله رضي الله عنه اماره عمر الخطاب سيدنا او تي هره لميده فاعترض احد الاخوه ديده وقال حريا امير المؤمنين نقول اباها يقول هي ايات ديده وقال حريا امير المؤمنين احسب كسو قاد ابانا اباها حجر دغح في اليم بد كجرا اليست مين اهين امنا هو يديد واحده من مدغين هم واحدة فكيف سيدي يرث أدحليان الإخوة ولاله لأم أن هو يوداقيني ولا نورس نحن ونكو أدحلين كيف ونحن أنكو جميعا وحنا أمنا هو يدي واحدة ونزيد عليهم وحنا كدرنا بالأبي أبا كسير ديرنا فأخذ عمر رضي الله عنه وقاتع عمر بحجته عمر روحان وقافة لجوجي نص الدين لو شاكم حسميني ويشتاقين وأشركهم وحونا كقيب قليه في ميراث الإخوة لأمين ميراثك وكا وكدرين
وأساس قضاء عمر بركة عمر أساس كقاتل رضي الله عنه بمشاركة الإخوة ولاله الأشقاء أور أبي أور هياها للإخوة لأم كور هياها بميراثهم سلوس كبيرة قادريا يعني. اشتراك الجميع محين كقاتل بالأم الواحدة هل كابي كودا كان وهي سبب توريثهم ده سبب تدحرك كتام حين اسكو هو يهاي مع امتياز الأشقاء ولي بوحي أدري كو أشقاته بقوة قرابتهم للميت وميت يقول سيدهم حيقول سيدهم بإدلائهم إليه بالأب أب الودا كان وإذا كانت هذه قوة قرابتهم للميت هذه قوة قرابته أي تيميتكو لا تزيدهم إن أسيادة سئرة سن دحرك هذه أسيادين ولا تقدمهم أين كوه ريسينين على غيرهم فلا يجوز لما أقول أن تكون نقطة سببا لحرمانهم إن سبب نقطة إن لو ديدو من الميراث وعدم مساواتهم ولو أقول أن ويو إن لم نقرأ بالأخوة لأمنا أوكي إنت سواء إنت مانت ورأى شكرا إدماها ولما سمع الإخوة الأشقاء مركي مقلان رقيه هوري في القضية الأولى مركي مقلان بقضايا عمر الجديد المقلان جاءوا ويمدين عليه كركي سئوا ويمدين معترضين يهجور جدا وطالبين الضلبة أن يورثهم إنه دحرسي بإشراكه مع الإخوة لأمين رجيه العتيق سو علي وأنا كم كنصي رج صادم كحكم طيب كما قضى في المسألة الجديدة شذو حكم المسألة عصب فقال وحور دهاي سيدنا سيد كيني عمر كلمته كلمة ديسي التي تاسه صارت نقطة أصل نقطة وقاعدة هي قاعدة الغنم ها محوري تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي تا أيانتي ما كحكوني نص ك تا أركيني أنكو حكوني تنا وثاني مكا هل كأكو دقاقة بك يا شيخ من تطبيقاتي هذه القاعدة مك قاعدة إنه لا طبقاتي شيخ علمي جيسي كمدة ما نكمل تشرح ومن تطبيقات هذه القاعدة وحكم ده وحيال القاعدة اللي طبقها لو هذول حكم حكمه الحاكم كيه وقاضيها بشيء شيء ثم كدبنا التغيير واسبدل اجتهاده دلال كيسي لا ينقض حكمه الأول حكم كيسي ولا برلين ولكن هذو له وحى أسق رأسها تاء أن يحكم في المستقبل إنه مستقبل هو حكمه باجتهاد الجديد كما لا يجوز سلو أقول لحاكم حاكم آخر كلا أن ينقض إنه جبي حكم الحاكم الأول وجبي لما أقوله بمحجة محوها دلوها يستها مخالفته لرأي عن خلافه لأن واقع قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله أوكي قاعدة ما حيث الاجتهاد لا ينقض بمثله أقال هل كاس واحد نقدر وين سوي نشجع لوكا مركا جوكتين اجتهاد بدل بجرو علمه ويكو هلا أوكي شيخ وين أو محل اجتهاد يسوي ذلك رأي يا مركا ذلك رأي لنا وعلوم فرق طريس وحال كجارة ذلك رأي مركا أصول صاروا مسألة اجتهادية أو الشيخ صاوي رادو الجوجا مريكا اجتهاد أصول صاري أنه ما قرأنا يقف يعني كان إذا ما يقف يعني مش طول اجتهاد قال ما يقرأنا لكن مريكا محمد قلي شيخ أصبح مغلي صاوي رادو أوكي مسألة اجتهاد مسألة رمضة بانك العات لقى قاضي اجتهاد بوليه وأنا ما نتي هاك واحد نسومين أو إن أنا اللي قادم كن أنت راسك بأي حال وحي دوني هالنقطة لما قادم كرو ضرورة ملأ أوكي شيخ قرضاوي وسوى مجموعة أوروبا حكومنا وصو صاري إن الضرورة اللي قادم كرو ربطة وحكى قري مسألة ذاك صدن إلا شن صدن صفحة دوت يصابي كقري سوى قرضاوي ردينها لباتن بوك أو رفض وضعه وحكو شغيها هل كأو قرضاوي مسلمية وأفرده علمك أقوانتها إنو أرضي سيها إنو نكهل دي كريم لكن وحكو خلافي مسألة دن كو لبا صدع أفر شان ليه ورده وحان أخرية جوابتي قرضاوي مسألة دي بأخرية وحولي نكاسو مجتهدة ومدداب بدن وعلم بدن ليه مسألة ده هل كابوس كتاعي لكن هو يقول لي إنه هل كابوس كتاعه وهل كابوس كتاعه ساعد رادد رأيي جاي كم تنازل أنا دي بوقة هذا نصابي الشيخه وحابوري لكن وحبي قصو تنازلي لكن ولي هذا ما تنازلين قرضاي بدي بوقة هذا نه وحول وحن كودين يا وقت وين وحكا صحه أنت صوكا بحاي القرآن تعب حسي لكن وحلو شيء كسينا اللقطة وأنه مناكسا وشيخ وعلامة ومجتهد وأسلوب مرقا وحا آخر ستين
همودين إني علمادي ما تحس ترين ماها وهو مس أنت لو قلا إني كاجتهادان بكتجتهادين عدقونا محل لغب هني هاي لبش يسكي العالم إن هذا لبض الشيخ مركا أدخل الراعي سيد اللي ندله كل راعي مير جري هو ده مسكي له هو كل راعي كان والله إنه لا شقيني كان أنا لا شقيني ها تايس كي العالم وحتى ماشي النص يو يلا اجتهاد كلامه قال كلامه قال تاسير يريد النص بيا اه ان شاء الله اه شل شل ما نقدر ما قدر ما تلو توان معنا وحنكون معنا ان النص كا الاجتهاد كري النص كان الاجتهاد كري سو النص كي يلو سو النص كي يلو اه سو النص كي الاجتهاد كري ها اوكي وحل الاجتهاد كرا حتى النص كيو يلا النص كيو يلا او صحيحة او قطعية أيو حاكمك يجتهدي كراه سو يجتهدي كراه عمر الخطاب محمد سمي رضي الله عنه محمد عمر الخطاب محمد سمي مركو أمير كها وحوجوجي إن قعمها لجويو سو نصعد معها فقط والسارق والسارقة فقطعوا جزاء بما نكاله بما كسبه نكال من الله ما حكوت إسا وأنا اسمع حيا عب تو شروط ده له هدو دعه محل سمينيا جو عمر قضى ابو جوجي لما قوين يا قعمبو سنه دن سنه كبير عام الرمال عام المجاعه سنه كي قاجدي ابارتو اي دعدي شيخو دعان او جوجي اوكي دتكي واحد واحد يا باهي ما اجتهد ما اجتهد لما نديدين اجتهد كيس صحابه مور ما حوش تاز اوكي توقين بالا سو قبطي حدي ما حدين وحن بان حدني اقرار بيسميين عمر بن الخطاب قرارك وقضينا قعمك غرا نيكا كحد النواب ريكو شقيرين مين باق عند تاغو عمر اه ما حد واحد قدر وانا حدني ما حد واحد قدر وما حد واحد بيقول لانكو حنا سي بلورتا مشاركي اك مشاركي بالاغي عدلكم مجرو دول يوكو جرا عمر روحي والله هدي مر دم بحد انا داك عندك اقول يا كماها سارق نمدك جوجينا حدان دتكري سي والناس كيو يالو اجتهاد يا عمر السهم المؤلفة القلوب السهم المؤلفة القلوب جزاك الله خير شهرة سهمي صدق سكده محايا سكده تذكر الأسرية سيدين سوما تذكر سكده قاطع وحاكم إذا قلال هذا قلوبته لسو جيتا أوكي قلوا وحاجة جرت قلوبته لسو جيتا النبي قوة تيسي يا عياني عياني ما ابن عياني يا كجري ويقادني النبي قلت نوارد بسرنات كيوم بإيمانيين ولو توليون هذا هو أبو بكر بها دنيمد أو تولون عمر بها يمد أيوه سجو سيون وارم محمد ملدين دلالو كيري إلا قرمد مؤلف قلوب هاني سيبولي إسلام قد يتوو حوك بويا شطب بني ملبولي حدا دو قجر يسين عقيدين لو قجر هديك لاتنها كاس كامرا والسلام لكن قول لك إمك إسلامي سالة سينته قولوا واحد يثم قعوا مؤلف قلوب لو بحي وسكي قادر يسون من واحد قادر النبي قيل الله مك عمره أكيد وحول وكون قرمة نقرية عادية مؤلفة قلوب قرمة نقرية مواطنين صح نقرية كبع ما الحكم ما مركز الحكومي إذا أمر السلطان نكى مدحها سلطانك ياها سلطانك هو مدح مسلمك يا باتباع رأي اجتهادي معين هذا أمر إلا راعي علماء اجتهادي أميرك وطنك حكومي اجتهادي علماء متقاتل متقاتل أفر اجتهاد بهوري علي أنا كان قاتبولي اوكي امير كي باقاتي نس كان وري ماني لكن واجتهاد هو قاتي مخو نقني حد نس كاس اجتهاد كان راي او قاتي اميركو واجب انه يلو دبقو ما حاسكو يمانيا وها اسكو يمانيا اسو اجتهاد اها فقيه وها اوو بيراي واولي الامر منكم ما دحني مدي اوو بيرت اوكي كان لا قاتي مساله با جيرتا اسو نا هوينو كو قاتا ما هدي وانا كو قاتا علمي يا عقل يا دين اوكي وحاجه مثلا مساله عموس كو كلاسيين وحاكم اذا قبل ده وجيجي معورة مس عورة ما، أوكي معورة أمني بقى متى قدر أمنية، وقارب على عمر وعورة قارن عورة ماله قدر سكرتي متى قبل ده وجيجي وين الأركو هذيك لا واسق قرحنا يعني بده حيني وحولي ما هي ناس كتور تسمى ده نلقى قصبي أركو مرة إنه حول الضرورة ها الناس سرها وين وجيجي الأركو قبل ده مركها محاوجي يكون قنا يدو يدو قبته إنه وجيجي عورية محاوجي يكون قنا إني وجيجي قبل الناس أي تستد أمنية رجع أمنية أي ترى دواك ها هبلايا هاي قف كلمي هدي قال سو محاكر أي حمر وكره ركبه أنت سو حدا نقابك ياس قرحي مركا سي وحاس قدر مركا أميركو هدي ولو مسألة اجتهاد يسقو ميت وإيشو هقال راعية
كون راعي بالراعي اوكي ما كوني مسؤوليه حكومه واحد دوله يكون كسميا وحاليس باكو جرتي او دايما كمثلا ان مسائل الدين كوري ما نسي قرطقاتان لكن وحي صح على شقه ما قلنا وحان اورني في الفقره السابقه فقره ديمي كان سو دافنين هو وحوي اذا لم يكن هدينا ادونا لم يكن قد صدر هدينا كسوبين امر من السلطان ان كان مدح امر ادو كسوبحوي ولي الامر اي مسؤوليه تورن حكومه بوجوب الحكم واجب ويحكم براي احد المجتهدين لان المجتهد رئيس ان لقاته يو فتوى يسونا اوكي الاصل في الحاكم انك حاكم كاسلام اسركيس ومحي ما تقال اسركيس انه مجتهد نقطه يا اصل كيس واساس وين نقطه مجتهد امي واحد قاعد حكومه قوة فاتح حد اخر لا يا بضح النوع ما سبحان الله العظيم يعني يقول الكافرون أخرين ماذا حنطاودين يقول الكافرون أخرين لا وروحا مع ربا مسلم با لا إياكي نحفظها في القرآن كي قال لا لا أعبد قرآن كبار لكم دينه بسؤول ونحل عدين با لكن أقول له أنه مجتهد نقضم أقول مجتهد هين وأنه متعلم نقضم متعلم هين وأنه ديته حقيقة مركو إلى هذا رارادة علماء كاسبة الرجحي أنه مدحوينة كابل قادنة لأنه محايل في هذه الحالة حالتها لا يجوز للحاكم لما أقول قفك حاكمك مثلا قاضي أن يحكم أنه كحكم برأي آخر رأيك ربا خلاص مسألة دولة دي وقاتلتي برامك بقى فريستي رأي بي قررين إمك مثلا دولة دي وقاتلتي برامك كي بايدي أراد مشتهيته كاسبا قررين نكر يعني قاعدو إنه واحد جيت واحد على التقنين والشريعة فقه قال أرتيك اللو بدلا فقه قال أوكي فقه يبقى لسوق هذا فقه شافعية ذكي حنابلة ذكي مالكية ذكي وحاول سوق هذا وحويان مذاهب تورن حاجر تم مسألة أيضا كوديين ابن تيمية كود خلافة مسألة دلالته طلاق ثلاث يقع طلاق ثلاث يقع وكذا هذا وار إسلامتي صد حديث مع كفر ودعي لأن السمن كي رسولك مدعين كي أبو بكر مدعين عمر بارك ده كيو رسول حيل عمر كويش تذاك مثال كنت عسنا يا إسلامتي صد حديث مع كفر صد حديث مع كفر وحبيت من قصة قاضية صد حديث فرتها وصد حديثه إنه محضر مكان محضر نعمله يا رأيو إن لقوا عياره هدي توالقوا دقونتي هدي تفوق هذه ما هي قاتلهم إذا وقع إذا قال سلاسا يقعوا سلاسا أوكي إلا ابن تيمية يمدي ابن تيمية وحو أركي سقونا دات كي مركز الدين ببلا هاينه كوا كسر ضريب واركي وقرية ودمي وفريا ما لحل الله سلام وبط كي وبيش كورنت حري يا مسألة ده كل علينا في عصر الرسول في عصر صح أبي بكر وفي روح القرآن القرآن كنا واسطة حكم مقطع الطلاق مرتان فإمساك معروف أو فإمساك فإذا كان مقطع وكي محمر كهدي الطلاق الثلاث لا يقع وإنما يقع واحدة من قراءة العيس أوكي جميع المحاكم كمحكمها الدوق السلام كورن انتو ذا وجب بدن حقيقتين رأيك ابن تيمية وخلاف سن مذهبتي أفرت هيد مثل كلام يقول دريا وحيال ابن تيمية لقوا حديث جرتي ابن تيمية ما نتي محكمة الله كان علمت واحد هذين خالف الجمهور ومحو خلافه وحو كله ويدي بالطلاق وسلاس طلاق وسلاس برعي وسكات كسر شيء يكون عجيب به واركس أنا كم أصلا قاني حبس قال لقولي أكون أنت هل حاب كنت مات في سجن أنت أبوك حنانا هذا الرأي الآن أمت الإسلام كيف بديسه وحقاتي على الإسلام يورده حلو قاتي بارلمانا دي بس هي اللي تاسيت هاي اوكي وحاك لو كم ذا قبل دير امك الشيخ وكي نوري قبل دير مال مهرين كرام سلو مهرين كرام مال مهرين كرام لكن علماء قبتا جيرت إلا مهرين كرين دولدي محكا محي رجحين وحي رجحين إنا اللي مهرين كرين قبر كير شان يتبسنو أم بافر دوسنو اوكي والغو قري مركز بارلمان كيو سحاي وقال هذا ساس سوى شرعاتي كبحين ومدحويننا مركب ما وركتها أو تكتسوا ما أو توقيعي وأمريكا يكون بحكي كذا إذا قادوا مركب محكو شقينا يا هذا دينا يرى اللي يتجرب كي تقول قبرنا بقوسنا كتير عديد قادوا محكو رنا هذا الأسكران نقو بقوس اللي سيده وهو هاي استقرار دولة دي كسب بحي أو نهاية قبر ير لما قوسن كريو أوكي مركزي شيخ محلول مكان لا يجوز أن يحكم إلا هو حكمه برأي آخر لما قاله أدو سوى حكم وهذا ما جاء في المادة تاسينا وحي كلمة المادة بقول يكون يسدد بقول يكون وهي مجلد أحكام العدلية
مجلة الأحكام العليا إيه نحوزين معها دولة العثمانية ده ها حير كل سكو حكومي بيان ولو لو دغ سي قانون تقنين لسمي اوكي شيخ محمد وكذلك سداس اوكله لو صدر هدو سو بخه الامر السلطاني امر مدحوين نمو اما امر بقر نمو اما امر سلطان بالعمل الا لو شقيه وحي قرت ومجلدي وارتيكلا براي مجتهد راي مجتهده في مساله المساله هدو مدحوينه قاتو لو شقيه اما دوله قاتو كابا لو شقينها لماذا ومعنيها لأنه مركو قادني وحقيه رأيه بالناس أرفق مركو لبدي أجي أراد علمها كي بني هذا كأو يرفعنا يدك كلوده لبدي الرأي شيخ هذا يقاتل مثلا أرفق مقاتل ولمصلحة العصر أوفق أما وقتها سبديله يؤاد له صعدة فليس للحاكم هذا بقادي ومسجون أي حمالة إنه كحكمه برأي مجتهد آخر يخالف الرأي ذلك المجتهد يقاتل دوله يقاتل وإذا عمل هذو كش غيره لا ينفذ حكمه حكمه زي ما اللي قلناه ما لقمر شابد لقمر دفن حكمه وعلى هذا سدد ردد وبناء على هذه المادة يمادة أنك كش غيرنا وحنا هنا بوري إذا حكم الحاكم بما يخالف ما أمر به السلطان هذو قاضي وحكمه وحي خلاف سن دولد وحي قاضته ثم رفع حكمه إلى حاكم آخر حاكم كان له حكم حكمه زي وجب عليه أن ينقضه وبرنا ياك لأنه وحي الهجن بوري بطالة بوري بالجري أمر بوها يستعب أوكي ما فعل مكاس أوكي ترى أنت كم عنك أنا كم عنا وقت وادي تو بدخل نوايا قاعدة الله بعد أنت عنك شيء كنا شيء كنا أوكي قاعدة هجا واحد كده ما يني محاورنا قواعد علماء سكو وفاسن تبغى مسك قاعدة أصل كه أصل سكو عشان أوكي قاعدة دي كوات برنامجنا أهيت الأمور بمقاصد وحوسي من يرنامجنا وحنبلا من القاعدة لبعض أكن اليقين لا يزول بالشك اليقين محقرته وحلهبه لا يزول كم زوله آلا لا يزال ولا دا لبعض الله سبحانه وتعالى لا يزول يلا يا يزال يزال الله اوكي اخواني في الله قاعده انت انا قال ما توحي اني ربعنا يا سيان ام علينا مساله وبزنك سي اشتياتك ان شاء الله تعالى اوكي اخواني في الله مساله ما حوسي من يقين درجات العلم الظن يا والله وصما وحوسي من يا الشك الوهم أفرتك الموضوع حفظنا أوكي يقين أو واحد لوكر سوية درجات العلم أها درجات كأقونتا مركو قفكو وين وقاعد دون يوم يا إيه عنوض لقان عنوض منطقة عنوض الفقه ولقان وحنا ذا وأفر درجة دود أوكي وحأوص الرئيسة ويقين يقين توحويان ما لا يحتمل النقيض بوجه أريد تقاد استراحة ذي وأريد ويجرتها وحكا سهر جيدة أو كاعلين يني وحاز جرتها ما جرتو تام حنا ذا يقين بعد ذا علم اليقين مثال بين السنية waxaa laga yiri midalan roob ba ka daayay magaalada Ottawa baraf ba daayay magaalada Ottawa guriga ku dhex jirta idaacada ma dhageysanaysid laakiin qofad kalsooni fiican ku leedahay oo sidaa walaal ninkan been ma sheego yaa ku soo gol wuxuu ka dhig roob ba daayay barafna u daayaa okay ninkaasi wixii uu ku sheegay waxay ku siinaysa malo xoog badan inuu roob daayo بينكم متقاند لكن وشايكرا هو استاذ بينكم متقاند لكن وشايكرا وخدمي كرا قصدك مشايكرا وخدمي كرا اوكي واحد بحدي واحد على تبرف كيو دايا ما هذا رت مكان حاجه لقطه يقين باجرا اوكي وحا لا غيري واحد يقين وحا لا غيري هبل مقالده ويمدي او تاو سوق العاو هبل
وحكايلي لبنين صدحين أفرن هو كرسون طاي وانت فيليس إنه إيمان هيو مسألة ده سوحي مدحا كو أبو روح رضو ملا حوق بطن إنه هي بالجوغو مقالة ده دليلك واحدة ضنن محدة راجح وضنن وامله راجح وابدي دين تتكوش قيسرا إمي كمثلا مالك مركو مسألة شاقو وحبنا مسألة شاقو لابدا بو حي شاقين مسألة ضنية كان مالو شاقي كان مالو شاقي لكن دليلك أحمد هدوب بطن محنو قليا مالو محو بطن راجح كانوا احنا قلنا مالو احنا قلنا مرجوحه لا حقوق بديه اوكي تسد على عويان وحلاده وهمي وهمي وما حي ولا بشي نبا كو سو غلي وحو كايري واد اوغدين ايمان يي هبل سو صعده ومدارده سو غلي وحو كايري هبل او ما سو غلين يو كايري قاعده تنكي والله انك انا ام مقبول ولا اقبل كره نينكلو اسنا لا اقبل كره كو يمد وحو كايري هبل تي عكسي يقول شاكي ما حد مركها أكت هذه يلا لبر رأيه سكور جدا لكن سكون ميزانها شك بقى شو مركها كنا ما قادين كرتيد كنا مديدي كرتيد شك ده هذا يسمى شك الوهم وهمي هو محي imagination 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 هو محي وحويان وارين يا لبدن لبدن لو شاكي يا وكاي وجرا مدبا سرايا ومحا سرايا وحا سرايا وما يحتمل النقيض عدريسة مع المرجوحية وحالها والله وحوه بالكوشاكي اوكي ويدعي كرتها لكن تكلوه بالكوشاكينا ويدعي كرتها هساء هاتي هبل با يا 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 هبل كفيعا مي والله كفيعا شكي جيبه كسير دار عضو وحي النقطي وحاد ادوه ميلات كيه سحتنا ونجرين وادوه التصورات تصوراتي نسيد واد مالي سرعي ساعون اوكي وحيدنا علمته وهمي جاي شكي وحي كدران جهلي ما ها علوم علمي ما ها ام حي وجهلي لكن ظني هو علمي وحا دخترد ما انت كوش غيرن ما حي وظني ام لا ويان لكن هو ما علمي اكوش غيرن انجينيرادو امي مثلا مركي جيلالك بلامي ما انت نغوسو شكيني ودا سوده وحنا على كدغيستي سند كان برف كدي دوناي وحن نقول دونا ميت أن وريك إن وضنك إلا أيه تضبط النادي أوكي بس أرد ده سوامحي أمس العلمية وسانس لكن هو محي وضني وحبال السوق الجي وحبال السوق حسابي قال لي أوكي ولي هذا أنا بعرف ما تبى لعب بعرف جنب بيار بقى أوكي مع ذلك ودي كرا بعرف كشجعان وصوص على إنه ودي إنه ودي وينه ودي كرتان ولذلك واحد هذا علمي كان علمي كان سانس كذا قرني سغال يو توبانات يا قرني لباتانات بلوغيسي او قوقنا او وحول بين قرتين بو هيستان لكن وخي كدن بي سديتك لايمكا وحردا علمي او عقلي علمي لما كدلي روس با هاي او قوقنا لكن ميك او عقلي علمي و هو سو نوقي حدكيسي ولذلك محردا ماك يدعد كشغي ماك بريتو الرب يتوقع وحال فليا اول لما حالو نجري بريتو بدايا اوكي امك يتوقعوا وحال فيليا اوكي علمي جبال علمي جبا قرتي حدكي سيمو قرتي يتوقعوا بصو يا يا دخاترته مو راني ابو قلبي بسد الحواف هيا ابو قلبي لا لا كان غادي راك ورنيا حب ابو ابو دخترضا مركا وتيسين هبدين دخترضا انا كنت اوا خلافنا دخترون يالو من غيبه كنت لي وحور اختلاف الاطباء عليك كاختلاف المجتهدين عليك هذا دخترضا بديسيد واد ويادد بسدي هذا سغال كنت ودا قال سغال كنت اجتهاد بوكسين ما دخترضا يكوررنيان لانه هو اجتهاد وحكو شقينيكوا من غيب سابوري يو علمي هو بغاري ما انت مساله دي بالقاته ولذلك واحد يقول لي دكتور يالو كائن امن هل كانت واحد عاد سنة
يلاقي هاللي محاك وراء عذره هالسا يعني يقينا هذين السيد هو إني كان رأي بقوش يا جاي صدق حفر بعد بيرسن كرسا هذا مركي إسعول إستان مسألة دوا قادنا سا هذا إس خلافنا ذي خلاف هو عقلية كتر سادة ها إنت أصدق مكا إن شاء الله تعالى أوكي مركا واحد نقول جذو يا أنت أنا أقوله قاعدة مركا يقين لا يزول محمد هني بالشك ويان مركا إن شاء الله تعالى أسبوع الصوص على نصيف عن قلنا قاعدة والله تعالى أعلى وأعلم وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.